كثر التطور التقني اللي موجود في العالم دوبهم يقدروا يطيحوا صواريخ باستخدام الليزر. بتكلم لكم عن هذه التفاصيل وايضا عن الميت 30 من شركة هواوي اللي يمكن بعض التسريبات بدأت تطلع له، وبالتأكيد توجه جديد من شركة سامسونج لوضع الحساسات خلف الشاشة لما نتكلم على الجهة الأمامية لنفس الجوالات الذكية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من العلوم والتقنية. أول شيء كل عام وانتم بخير، مبارك عليكم الشهر الفضيل، الله يا رب العالمين يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. حسب الاستفتاء اللي سويناه معكم الحلقة الماضية قلتوا أنه الساعة 11 مساء هو التوقيت الأنسب لحلقات رمضان من الأخبار، وبنبدأ على هذا الرتم إلى الإحصائيات الثانية ونشوف النتائج الأخرى معكم. أروح لأول خبر، وتجارب فعلية تكون في الولايات المتحدة الأمريكية لإسقاط صواريخ عن طريق الليزر. تخيلوا على كل التطور اللي وصلنا له في العالم ما حد قدر يسوي هذا الشيء الى الحين، انه يكون عندك صواريخ مثلا جايه تهجم في على دوله محدده او رايحه لمكان محدد، واللي يصير انه الليزر يتم استغلاله لاسقاط هذه الصواريخ. الليزر عالي الكثافه، عالي القدره نقدر نقول، يستخدم في الصواريخ على اساس انه حراريا يسوي لها تريجرنج، يسوي لها تفجير وهي موجوده في السماء بدون ما يكون في مشاكل اخرى. الليزر اللي قاعدين نتكلم عليه هنا ايضا ليزر غير مرئي، على عكس اللي نشوفه في حرب النجوم والاشياء في الافلام، هذا مو الواقع حق الليزر، هو بالعاده يكون مخفي، يكون عالي القدره، حيتم النتائج او تصير النتائج وانت ما انت عارف بالضبط ايش اللي صار لما تعرف تكتشف انها ليزر او الجهه الاساسيه هي اللي تتكلم انها استخدمته. التجارب مستمره والنتيجه النهائيه حتبان مستقبلا، عن اعتماد الليزر كسلاح رسمي للدفاع عن الممتلكات والاوطان. اروح لخبر ثاني لفت انتباهنا، اللي هو اول روبوت عربي يبدا عمله بشكل قريب، ونتكلم على ابو ظبي للاعلام. الروبوت مبني على الذكاء الصناعي، وهي مسألة الذكاء الصناعي أكثر من روبوتات، فهو شخص تخيلي، هذا الشخص هو اللي بيقدم لكم الأخبار، يبنى على شخصية حقيقية وليس شخصية حقيقية في واقع مظهره، حسب المثال اللي شفناه في الصين وطبق أكثر من مرة. حيكون في روبوت باللغة العربية يقدم لنا الأخبار، وهذا ما هو شخصية حقيقية. يعني مذيعين أنتم في خطر لما تتكلموا على تقديم الأخبار، حيصير في ذكاء صناعي هو اللي يستبدلكم بكل بساطة، يعطى الخبر ويقدر يخلي الخبر سعيد أو الخبر حزين على حسب الشيء اللي هو مبرمج عليه على أساس يسوي. فننتظر تطبيق أكثر من دول العالم. ولو قلنا في مذيع ودكم تبدلوه وتخلوه روبوت أو ذكاء صناعي، قولوا لنا في التعليقات، ما حنقترح أحد، أنتم في التعليقات قولوا لنا مين المذيع اللي ودكم يستبدل في العالم العربي بذكاء صناعي. كيف تقدر تخلي مجموعة من الشرطة يخوضوا سيناريوهات مختلفة لعمليات اقتحام مع ناس يواجههم؟ هذا الشيء صار في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد مع نيويورك بوليس ديبارتمنت، قسم الشرطة في ولاية أو مدينة نيويورك. نتكلم عليهم قاعدين يسووا تجارب فعلية باستخدام الواقع المعزز، أنهم يصيروا نفس الشرطة يلبسوا نظارات، والشرطة هم لابسين نظارات، يدخلوا أماكن ويقعدوا يشوفوا السيناريوهات حقة الهجوم ويحاولوا يدافعوا عن نفسهم، كلها في خطة تدريب. ولكن لما تشوف الواقع حق نوعية الفي آر حقهم ما تتشجع بشكل كبير وتقول انه يمكن ما يكون كفاءة عالية زي ما احنا نأملها، لانه لو شفت قطاع الألعاب الفي آر وصل فيه مواصيل عجيبة، شيء جدا ضخم. فأتمنى انه هذا التبني يكون بكل العوالم وليس في عالم الترفيه، يكون الدقة والجودة افضل بكثير من العالم الحقيقي اللي احنا نحتاج فيه التدريب ونحتاج فيه استغلال الفي آر. أول حكم من نوعه 10 سنوات بالسجن لأحد اليوتيوبرز اللي استخدم قناته واستغل مشجعين والمعجبين حقينه بأنهم يرسلوا لهم فيديوهات تكون مخلة. هذا الحكم طلع رسمي في الولايات المتحدة الأمريكية، الأدمي من عام 2007 والعين عليه. والشيء اللي قاعد يصير أنه حتى يوتيوب أزالت قناته بشكل رسمي بعد الحكم لما أصدر على الشخص واعترف بارتكابه لهذا الجرم. هنا نتكلم على إعلام جديد، الإعلام الجديد المعادلة حقته تختلف عن الإعلام التقليدي. عندك أحد تبغى تعارض عليه، تبغى تتكلم على محتوى عارف أنه محتوى مسيء لك غير جيد، تشتكي على طول، تقدر على طول تسوي فلاك، تقدر على طول تسوي تلميح وتبليغ على نفس منصات الشبكات الاجتماعية. وإذا لقيت الموضوع صار شخصي بينك وبين أي من الأفراد اللي حولك، روح قدم بلاغ رسمي. ترى عندنا حتى في المملكة العربية السعودية لما تروح قسم الشرطة تبي تبلغ، تقدر تبلغ في جهة من جهات الشبكات الاجتماعية وأحد الأفراد اللي موجود فيها، هذا حقك. يوتيوب عندهم خدمة زي نتفليكس، أنت تشترك فيها وتشوف المحتوى الخاص من هذه القنوات، ويكون صناع المحتوى مسوين هذا المحتوى فقط لهذه الشبكة، وأنت عارفهم وتعرف قنواتهم على اليوتيوب العام اللي عندنا كلنا. إيش اللي قاعد يصير؟
يوتيوب اتخذ القرار الجديد وإجراء أول من نوعه وغير مستغرب حكم الأداء. الحين فهم الفكرة كيف؟ أنه نفس المشاهدات والمسلسلات الأساسية اللي موجودة مخصصة فقط في الخدمة اللي تبغى لها اشتراك صارت متاحة على يوتيوب بشكل مجاني، وهذه الإتاحة تعني دعايات أكثر على نفس هذا المحتوى، فهم أتاحوا لك الشيء اللي باشتراك مجانا وحطوا دعايات. رجعوا لمعادلة اليوتيوب الأولى، وهذا الشيء بيبدأ مع أول الأفلام اللي هو بكاي أو المسلسلات، مسلسل كاي حق الجودو كايا وشي زي كذا في 29 أغسطس. فمهما قلنا أنه أنت تقدر تغير من معادلة المحتوى وتخلي الدعايات هي شيء غير أساسي والمشاهد المفروض أن يحصل على أشياء باشتراك، هنا معادلة ما تنجح إذا عندك محتوى بالفعل كويس. أما ما عندك محتوى ارجع إلى الدعايات أمورك كويسة. يوم الأرض لعام 2019 شهد مبادرة مختلفة من نفس لعبة بوكيمون جو. بوكيمون جو نيانتاك شركة المطورة لها سوت مبادرة مع مجموعة من اللاعبين يصلوا إلى 17,000 لاعب في إزالة نفس المخلفات والفضلات والأشياء اللي موجودة في الشوارع، وتعاونوا حول العالم لإتمام المهمة، وتم تنظيف 145 طن من النفايات في يوم الأرض، وكانت مبادرة جدا جميلة. نيانتاك نفس الشركة اللي تطور بوكيمون جو لها مبادرات جميلة ولها أشياء جدا كثيرة رائقة في نفس المجتمع حق بوكيمون جو. هل أحد فيكم يلعب بوكيمون جو حاليا؟ ترى راح تنصدموا من النتائج يا جماعة. هل سوق دوت كوم تحسن بعد الاستحواذ اللي سوته أمازون عليه؟ أكثركم من الاستفتاء اللي سويناه قال تختلف من بائع إلى بائع، وبالفعل مهما كانت المنصة قوية وكبيرة البائعين هم اللي يعطوا الفارق الأكبر، وإذا عندك منصة فيها انتشار ضخم هنا البائع لازم يستغل بالتواجد الحسن وبالتجارة الحسنة إنه يقدر يخلي الأمور جدا إيجابية معه في التعامل. فمعاكم حق 100%. تعرفوا التسريبات اللي ما لها داعي؟ هذا التسريب اللي صار مع جوجل بيكسل 3A، تسريب لقوه الجوال ولقوه محطوط على فيترينة تحت محلات بيست باي، قالوا هذا هو الجوال حسب التسريب بس. فالمؤتمر باقي له يومين يا جماعة، نشوف المؤتمر يصير خير. ما لي خلق حتى أتكلم على جوجل، أحد يبغاني أتكلم على جوجل؟ استفتاء أحسن شيء أسويه من جد، يعني صيام والوضع كويس، ولكن لازم أعطي أفضل جهد هنا مع الأخبار وأروح لسامسونج، لأن سامسونج قاعدة تطور تقنيات، وهذا الشيء الرائق المهم إنه التقنيات اللي قاعدة تطورها لإخفاء مستشعرات وإخفاء الكاميرا الأمامية خلف الشاشة. ولو رجعنا للتاريخ لنصف عام 2018 هذه كانت أحد الأشياء اللي نتكلم عليها بشكل مكثف، إنه يمكن يكون في كاميرا خلف الشاشة، والكاميرا خلف الشاشة من التجارب والأبحاث اللي قاعدة تطورها سامسونج، فالحين يمكن يكون أقرب للواقع، ويمكن يكون النوت القادم يحمل هذه التقنية، ويمكن الاس 20 هو أول جوال يحمل تقنية كاميرا مخفية خلف الشاشة. ساعتها احنا ضيعنا سنتين من عمرنا واحنا قاعدين نسوي نوتش دمعة خشامة تطلع من البرواز تنزل للبرواز، الكاميرا تروح تتفلطح يمين يسار، فوضع كنا حرج فيه، حنندم عليه لما نوصل للتقنية هذه، حنقول حرام الفلوس اللي اشترنا فيها أجهزة. تقنية تتطور شو نسوي. الميت 30 الجوال القادم من شركة هواوي يمكن يحصل على معالج الكيرن 985، هذا المعالج اللي أيضا مفروض يعلن عنه في برلين في إيفا، وهذا المؤتمر اللي باقي له تقريبا حوالي شهرين 3 شهور. الجوال القادم حيحصل على تقنية الشحن السريع 55 واط، وأيضا حيحصل على إمكانيات قوية من ناحية التقريب، نفس المثال اللي شفناه في الـ P30 Pro. هنا نقول ان الميت 30 حيكون شيء جدا كويس وتطور كويس، ولكن يا هواوي لو شفنا نفس الرتم في التطور اللي كان بين الـ P20 والـ P30 ما اظن انه حيكون الحماس جدا عالي، نبغى تطور يكون جدا قوي بين نفس الاجيال، على اساس ان الجيل الماضي حصل على زخم اعلامي كبير اللي هو الـ P او الميت 20، فليش ما ميت 30 يكون أيضا كفو يحصل على إعلام كويس وممتاز بخصائص كثيرة، مو فقط باثنين أو ثلاثة من الخصائص إضافية. وهنا نقول نهاية الحلقة، كل حلقة كل عام وانتم بخير مرة ثانية، الأخبار رجعت وموجودة في شهر رمضان المبارك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.